مشايخ فضلاء أحببنا والله قراءتها والتذاكر فيها. وهذه رسالة لصفات عباد الرحمن الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الشيخ العلامة عبد المحسن البدر العباد حفظه الله. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فإن مقام العبودية لله مقام عظيم، بل هو أشرف المقامات التي امتدح الله عز وجل بها أنبياءه وأولياءه وأضاف أهلها لنفسه في آيات عديدة تشريفا لهم وتعلية لمقامهم. وقد ذكر الله عز وجل لأهل هذا المقام الشريف أوصافا عديدة وسمات مباركة في نصوص كثيرة ليجتهد المسلم في الاتصاف بها والعمل بمقتضاها لينال المقام الرفيع والشرف الكبير لرب العالمين. ومن أبرز المواضع التي ذكر الله فيها أوصاف عباده المؤمنين في سياق واحد ما جاء في خواتيم سورة الفرقان، حيث ذكر ثمانية أوصاف، بدأها بقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وفي هذا دلالة على عظيم اختصاصهم بما دل عليه هذا الاسم من معاني الرحمة، فبرحمته هداهم للإيمان ورباهم على طاعة الرحمن وحسن التقرب إليه عز وجل. ثم عدد صفاتهم، كل صفة مبدوئة بقوله والذين، وختم الله عز وجل هذا السياق الكريم بذكر ما عده لهم من ثواب عظيم وأجر جزيل وجدير بكل مسلم يسعى في نجاة نفسه وسعادتها أن يتأمل صفات عباد الرحمن التي وردت في هذا السياق المبارك فيعرفها معرفة جيدة، ثم يسعى بعد ذلك في تحقيقها على أكمل وجه. وإن شاء الله نأخذ في كل يوم صفة من هذه الصفات. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.